أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما واجب المسلم من صور النساء اللاتي في الصحف والجرائد وفي بعض المؤتمرات، علما يا شيخنا بأننا أرسلنا إلى هذه الصحف بالإنكار عليها وعلى ما فيها من المقالات المخالفة، ولكنهم لا يقومون بنشر الردود، فما هو الواجب علينا والحالة هذه؟ الحمد لله، ما دام أنكرتم وأرسلتم لهم فأبرأتم ذمتكم، قمتم بما تستطيعون، قمتم بما تستطيعون، والحمد لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.